السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم فكره جديده لمفرش كوفيه زي ما انت عايزه تعمليها. هي شبيهه بالتريكو، فبنستخدم الكروشيه علشان نعملها. انا استخدمت النهارده خيط هيمالايا تخين شويه، واستخدمت له ابره رقم 8، مع ان هي المفروض كمان اكبر من كده 10 او 12، بس انا عملتها لان مش متاح عندي 8، فعملتها ب8 عشان اوريكم شكل الغرزة هيبقى عامل ازاي. تمام، يلا بينا مع بعض نبتدي غرزة النهاردة ونشوف جمال الغرزة. شايفين ازاي متماسكة جدا ومليانة، والكوفيات تبقى حلوة قوي للرجال كمان. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة. طبعا هنبدأ بعدد السلاسل المقاس اللي انت عايزاه. تمام، الوحده اللي احنا شفناها زي ما وريتكم، الوحده ديت عباره عن 25 في 30. تمام، يعني مقاسها 25 سنتي في 30 سنتي، عشان بس ايه اعرفكم المقاس بتاعها قبل ما نبدا، بحيث ان هي خدت شله واحده بس، شله واحده من هيمالايا اهي الخيط بتاعها. تمام، انا عملت لكم بخيط تخين عشان الغرزه شويه هتبقى يعني سهلة، بس بنفس الوقت عايزين تركيز، فانا عشان كده عملتها بخيط تخين. قلنا ما فيش عدد معين للسلاسل، فبعمل له غرزة البداية زي ما وريتكو، وبعدين بعمل عدد سلاسل زي ما انت عايزة. تمام، طبعا المقاس اللي انت عايزاه للكوفية او المقاس اللي انت عايزاه لمفرش السرير، بس انا بقول لك كده علشان تعرفوا ان الغرزة بتاخد خيط كتير. تمام، هقرب بس الكاميرا علشان ما نغيبش مع بعض في الغرزة. تمام، يعني ما بقاش بعيدة وما تاخدوش بالكم. باخد الخيط وبسيب 2 وبدخل في الثالثة هنا بالشكل ده. تمام كده 3 حلقات على الإبرة، باخد الحلقة وبدخلها بالشكل ده بالخيط الحلقة الأخرانية، وبطلع بالشكل ده من جوه ايه من جوه الخيط. تمام، باخد الخيط معايا وبدخل في غرزة الحشو وبطلع بالشكل ده. تمام، وبطلع كمان من الحلقتين دول بالخيط، باخد الخيط بدخل في الغرزة وبطلع بالشكل ده من الاتنين، شبه غرزة الحشو شبه غرزة نص عمود. وادي بالنا بس الفرق، هنعمل كده اللي غرزة نص عمود بندخل كده وبناخد الخيط وبندخل نعمل كده، لا تمام، غرزة الحشو بناخد 2 بالشكل ده وبنطلع بيهم كده. دي الحشو، احنا غرزتنا النهاردة غرزة اسمها الغرزة الانجليزية، فانا دورت على اسمها صراحة ما لقيتش الاسم دوت، فعجبتني وعجبني شكلها عامل زي التركو بالظبط، فقلت اوريها لكم اعملها لكم بالشكل ده بالظبط كده اهي. تمام، باخد الخيط، سهلة جدا، غرزة واحدة وتكرار سطر واحد. دايما بنقول تكرار سطرين، لا دلوقتي تكرار سطر واحد. برضه هوريكم على الحرف بنعملها ازاي. شايفين بدخل الخيط 3 وبطلع بواحدة بالشكل ده من الحلقتين، باخد الخيط وادخل في واحدة، بس نركز عشان احنا ممكن نتلخبط بين الايه بين الغرز. انا وريتكم وانا بشتغل الحشو ووريتكم نص العمود، تمام عشان في فرق بينهم كده، وبطلع بالشكل ده. طيب اخر الخط كده اهي معايا شكل الغرزة. تمام، بعدين بطلع بغرزة واحدة، بعدين باخد الخيط معايا كده وبقلب الشغل، باجي على الطرف اللي من ورا. الغرزة ليها جناحين كده، واحد يمين وقدام واحد ورا، باجي على اللي ورا ده اهو شايفينه اهو اللي ورا كده، باخد الخيط وبشتغل وبطلع بالشكل ده. اللي ورا اهي اهي يا جماعه، الطرف اللي ورا من
الغرزة وبطلع بالشكل ده، باخد الخيط بدخل في الطرف اللي ورا من الغرزة وبطلع من الحلقتين، الطرف اللي ورا وبطلع من الحلقتين كده، وبطلع من الحلقتين واخدين بالنا اهي، سهلة جدا. بس طبعا زي ما قلت لكم بتاخد بخيط، لان شبه غرزة الحشو وفيها ما فيهاش فراغات كتيرة. فطبعا انا بقول لكم الشلة الواحدة عملت طول وعرض 30 في 25، فمتخيلين الخيط اللي احنا هناخده. انت ممكن بقى توايمي على كده، ممكن تتعمل بطانية اطفال، هتبقى احسن لو حاولت تعمليها بطانية اطفال او كوفية يعني. فانتي بقى حسب 30 سنتي دي او 25 سنتي، ممكن تعملي مثلا هتبقى 4 شلات 5 شلات عشان تعملي كوفية بالطريقة ديت. شايفين هي حلوة جدا وليها بروز في الغرزة اللي هو بتاع السطر اللي قدماني بارز معايا. انا حاولت اعملها بالابيض علشان تبان معاكم، مش عارفة مش باينة اهي. بصوا البروز بتاعها، بصوا شايفينها، يا رب اكون قدرت اوصلها باللون الابيض. تمام، ادي ايه الغرزة من ورا اهي، وبطلع بالشكل ده وبطلع من الحلقة دي. تمام، باخد غرزة واحدة والخيط معايا وبلف الشغل، وباجي هنا برضو من ورا اهي وبطلع منهم، باجي اخد الخيط ومن ورا وبطلع منهم. واخدين بالنا بس من الحركة بتاعت الإبرة دي، باخدهم التلاتة كده وباخد اللي في الإبرة دي وبطلع بيها من الاتنين التانيين. هي اللي عاملة الشكل دوت، مش باين معاكي ان كان غرزة حشو ولا غرزة نص عمود. مركزين اهي، اللي ما خدش باله بطلع من الحلقتين التانيين. تمام، طبعا الابره كبيره فاسهل لي اشتغلها بالشكل ده. انا في العادي بنمسك الابره كده يعني، طبعا دي تحكمات ما انت عايزه، بس عشان الابره تخينه وانا مش بحب الابر الكبيره قوي، فبعملها زي ما انتوا شايفين كده، كده اسهل لي واسرع كمان اهي. اخر واحدة بالشكل ده باخدها، خلي بالنا في الجزء دوت الحتة دي مهمة قوي لان اخر غرزة. تمام، برضو بناخدها زي ما هي، وبرضو السطر بتاعي مظبوط، باخد الخيط برضو اعمل غرزة والف الشغل، وباجي هنا نفس القصة بتاعتي ونفس الغرزة، هي غرزة واحدة بس بنشتغلها. ومحب اسرع برضو، الغرزة سهلة وبقى سريعة هي معايا مش صعبة. تمام، ان شاء الله اكون استفدنا مع بعض بغرزة النهاردة، لان انا كنت شفت ناس كتير بتحبها لان هي بديلة للتريكو، في ناس بتحبش التريكو فعايزة غرز شبه التريكو، فدي تبقى حلوة. لو عملنا بخيط خفيف هيبقى برضو شكل، بس طبعا هياخد منك وقت بالخيط الخفيف. تمام، بصوا بقى الغرزة الأخرانية برضو، أنا جيت هنا بس عشان أوريكو أهي، أهي اللي تحت باخدها كده وبطلعها من الاتنين دول. تمام، أهي الغرزة بتاعتي، شايفين شايفين ماشية ازاي. اوريكم انا الكبيره اهي، شايفين الغرزه اهي، اقرب لكم شويه التعريف بتاعت الغرزه، شوفوا بص كأنها ماشيه كده باتجاه الغرزه، بس طبعا هي احنا بنعملها بالاتجاه ده، بس شكلها محي ازاي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وتعلمنا حاجه جديده.